أيضا هذا السائل يسأل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلى المجاهرين، فيقول: ما معنى هذا الحديث وما المقصود بالمجاهرين؟ معنى الحديث واضح، أن الذي يفعل المعصية ويعلنها للناس فإن هذا يجمع بين جريمتين: الأولى فعل المعصية والوقوع في المخالفة، والثاني أنه لا يستحيي من الله ولا يستحيي من الناس، فجمع بين المعصية وقلة الحياء وعدم المبالاة. وهناك محذور ثالث، وهو أنه يصبح قدوة لغيره من الناس، يكون إماما في الشر. أما إذا فعل المعصية وتستر عن الناس فهذا إنما يكون عليه إثم المعصية، وهو أقرب إلى التوبة، لأن تستره يدل على حيائه وعلى إدراكه لإثم المعصية وقبحها، فهو حري أن يتوب. أما المجاهر هذا دليل على عدم مبالاته، وأنه يبعد أن يتوب لأنه يتفاخر بهذه المعصية. الحاصل أن هذا فيه الحث على عدم إعلان المعاصي، وأن الذين يقعون فيها لا يجوز لهم أن يجاهروا بها، فيجمعوا بين جرائم فعل المعصية وعدم الحياء من الله عز وجل، وأن يكون قدوة سيئة للناس. نعم، بارك الله فيكم وأثابكم.